يعني بدي المحاضرة أونلاين واللي حاضرين 10. أوكي، ربنا يحفظك. طيب هل أنت شايف المحاضرة يا أسامة؟ طيب أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ان شاء الله احنا يعني هبدأ بالفيتامينز. اوكي، احنا عارفين ان الفيتامينز ان هم من المايكرونيوتريانت، وان الفيتامينز they are essential for the body، وان الفيتامينز are not source of energy. ان source of energy هم الفات والكربوهيدرات والبروتين. الفيتامينز بيأكت in the metabolism و they are absorbed unchanged. they have catalytic function. What they mean catalytic function? Catalytic function ان هما ما فيش اي process of glycolysis او ان اي في الميتابوليزم of protein, fat او carbohydrate انا بحتاج الفيتامين، يبقى هتلاقيه على السهم بتاع الرياكشن، بس زي ما بيدخل زي ما بيخرج. It is absorbed unchanged. بس هو بيعمل ايه؟ بيسرع لي الرياكشن. Catalytic function ان هو بيسرع الرياكشن. And everybody must eat small amount of vitamin for growth and to stay healthy. يعني we cannot live without vitamins. يعني مش معنى ان هي they are not source of energy انما they are not important for our body. لا, that will cause a disease. فهما they are needed in quantity very small, less than 1 gram per day. والكربوهيدرات والفات are macronutrient and upon digestion they give glucose and other monosaccharides. الكربوهيدرات بيديني glucose ومونوساكارايدز. الفات بيديني فاتي اسيد وجليسرولز. البروتين بيديني بيبتايدز وامينو اسيد. الماكرونيوترينز ار انترتشينجبل سورسز اوف انرجي. الفات بيديني 9 كيلو كالوريز بير جرام. البروتين والكربوهيدرات بيديني 4 كيلو كالوريز بير جرام. بس ناخد بالنا من حاجه، ان الانرجي اللي احنا بناخدها، يعني اما اجي اقول لك 300 كالوري من الكربوهيدرات are the same as 300 calorie from the fat. لا غلط، لان الكربوهيدرات بياخد مجهود اقل في الميتابوليزم وفي الدايجيشن من الفات. فمش بس 300 جرام مختلفين، لا even لو قلت 100 كالوري من الكربوهيدرات مختلفين عن 100 كالوري من الفات. لما الدكتور يقول لك cut the fat ما تقولوش وانت مالك، انت كل اللي ليك ان انا هاخد 1000 سعر حراري في اليوم. لا، 1000 سعر حراري بروتين غير 1000 سعر حراري فات. طيب الفيتامينز they are required in small quantity in the diet because they cannot be synthesized in the body. بس في عندنا فيتامينز can be synthesized in the body. زي ايه دكاتره؟ زي ايه فيتامينز can be synthesized in the body؟ ايه الفيتامين اللي can be synthesized in the body يا دكاترة؟ الفيتامين كي يا دكتور من البكتيريا. فيتامين كي ممتاز يا رفيق، وفيتامين دي برضو. فيتامين كي اكسلنت وفيتامين دي. اوكي، طيب الووتر سوليبل فيتامين cannot be stored in the human tissue. their excess بيبقى excreted in urine. عشان كده الووتر سوليبل فيتامين احنا مش بنخاف منها، هي ما بت... اللي بيزيد بينزل على طول اوت، بينزل في اليورين، فما بنخافش منها. الووتر سوليبل فيتامين are very rarely to be toxic. they are not toxic. لكن الفات سوليبل فيتامينز لا، بنخاف منها لان هما زي كان بي ستورد ان ادبوز تيشو اند ان ذا ليفر، ولازم ناخدهم اندر سوبرفيجن اوف ميديكال دكتور، لان هما زي اكسس كان بي توكسيك اند اتس فيري ايزي تو بي توكسيك. سينثيتك فيتامين ار ايدنتيكال تو ناتشرال فيتامين
Once growth and development are completed, vitamins remain essential nutrient for the healthy maintenance of the cells, tissue, and organs. And they also enable multicellular life to multicellular life form to efficiently use chemical energy provided by food and to help process a protein, carbohydrate, fat required for respiration. Vitamins are obtained with food, like if you are obtained by other means. For example, microorganisms in the intestine, commonly known as gut flora, زي ما الدكتور رفيق قال دلوقتي, produce vitamin K and biotin, while one form of vitamin D is also synthesized in the skin with the help of the natural sunlight. بس ناخد بالنا من حاجة, فيتامين دي اللي بيبقى synthesized by the with the help of the natural ultraviolet wavelengths of sunlight is not the active form اللي احنا عايشين عليه. فانا الactive form of vitamin D انا ما باخدهاش من السن, انا الactive form دي بعمل لها process of hydroxylation in the body. فانا فيتامين دي انا باخده من السن, not the active form. اوكي, يعني فيتامين دي اللي احنا بنعتمد عليه is not the ما هوش هو الفيتامين دي اللي احنا بناخده من السن, بيتعمل له two process of hydroxylation عشان يوصل للactive form. اوكي دكاترة معايا, الصوت واضح؟ Human can produce some vitamins from precursors they consume. Examples include vitamin A produced from beta carotene and the niacin from the amino acid tryptophan. طيب احنا الفيتامينز بتتقسم into fat soluble vitamins و water soluble vitamins. الفات soluble vitamin اللي هم الأديك ودولت زي dissolve in fat وزي easily stored in the body وزي are stored within the fat وزي can accumulate and be saved for later on اللي هم الأديك. فالwater soluble vitamin دولت vitamins that dissolve in water, والفات soluble vitamins are mostly toxic ولازم لما ناخدهم under supervision of medical doctor. الwater soluble vitamins they are dissolved in water because our body is a watery environment. وهم they pass our they move through our body very easy and they can also be flushed out by the kidney. والwater soluble vitamin includes the vitamin B complex وvitamin C. ايه الفرق ما بين الwater soluble vitamin والفات soluble vitamin؟ الwater soluble vitamin are rarely toxic. الفات soluble vitamin are mostly toxic. الwater soluble vitamin transport free. الفات soluble vitamin require carrier. الwater soluble vitamin circulate free. والفات soluble vitamin in cells with fat. الwater soluble vitamin excretion بيكون in urine. والفات soluble vitamin they are stored with fat. نبدأ بالفات soluble vitamin. أول فيتامين عندنا اللي هو فيتامين A. فيتامين A دوت اللي هو بنقول إن هو is a group of unsaturated organic compound include retinol, retinal, retinoic acid and several provitamin A carotenoid among which beta carotene is the most important. Beta carotene دوت اللي هو اللي موجود في إيه؟ أما أجي أقول لك فيتامين A اللي موجود في الفيجيتابل دوت اللي هو البيتا كاروتين. عشان كده أنا أفضل واحد عندي اللي هو البيتا كاروتين فورم. ليه؟ لأن دوت is not teratogenic. ليه؟ لأن دوت is not toxic. البرنسيبال سورسز موجودة بتاعت الفيتامين A موجودة فين؟ في الليفر والإيج والباتر والدارك جرين ليفي فيجيتابلز. والفانكشن أوف فيتامين A موجود في ايه؟ الفوتوريسبتور ميكانيزم اوف ذا ريتينا, الانتجريتي اوف ذا ابيثيليوم واللايزوزوم ستابيليتي اند جلايكوبروتين سينثيس, والافكت اوف ديفيشنسي اوف فيتامين ايه هيعمل لي ايه؟ زي ما كلكم عارفين وعارفينها واثقه فيها, بيعمل نايت بلايننس, بيعمل انكريز موربيديتي ومورتاليتي في اليانج تشيلدرن, الافكت اوف توكسيستي هيديك وبيلينج اوف ذا سكين.
headache و peeling of the skin. The usual therapeutic dose من 10,000 ل 20,000 microgram. يبقى أنا هنا الـ principal sources بتاعتي الليفر والإيج والبتر والدارك جرين ليفي فيجيتابلز. هناخد بالنا من حاجة، الليفر فيه معظم الفيتامينز، هو وحاجة تانية هو والليجمز، الليجمز اللي هي البقوليات. يبقى أنا لو أنا ناسية في الامتحان الفيتامين دوت موجود في إيه، الليفر والليجمز most probably هيطلعوا صح خلاص، ما عدا سام فيتامينز هنتكلم عليهم. فيتامين دي اللي هو بنسميه اسم تاني اللي هو سانشاين فيتامين. فيتامين دي دوت جروب اوف فات سوليبل فيتامين، دوت موجود في الفاتي فيش وموجود في الليفر وموجود في الفيش اويل، ودوت اوبتين باي ايراديشن اوف برو فيتامين دي ويز الترا فايلت لايت. ودوت فيتامين دي دوت اللي بيساعد على الكالسيوم والفوسفيت ابزوربشن، وبي انهانس الانستينال ابزوربشن اوف كالسيوم ايرون مغنيسيوم فوسفيت اند زنك. البرينسيبال سورسز اكتر موجود فيه نون نيوتريشنال اللي هو الالترا فايلت ايراديشن اوف ذا سكين. طب نيوتريشنال هنقول الفاتي فيش، الليفر، الفورتيفايد ميلك، الايج، الباتر. ناخد بالنا من حاجه ان فيتامين دي از نوت ان انتي اوكسيدنت. يعني فيتامين اي في بعض الريفرنسز موجود انه اللي هو له كايند اوف انتي اوكسيدنت اكتيفيتي، لكن فيتامين دي نو. الفانكشن اوف فيتامين دي كالسيوم اند فوسفورس ابزوربشن، ودوت بيعمل ديبوزيشن للفوسفورس والكالسيوم في التيس والبونز وبي ميك ذم مور هيلثير اند سترونجر. ات اولسو بروتكت اس فروم اذر انفكشن باي كيبينج اور اميون سيستم هيلثي. الايفكت اوف ديفيشنسي بيعمل لي ريكتس في الأطفال وأوستيوماليشيا في الأدلت. الإفكت أوف توكسيستي هيعمل لي أنوركسيا، رينال فيلير، ميتاستاتيك كالسيفيكيشن. الفانكشن أوف فيتامين دي، فيتامين دي ده اللي مسؤول عن إن هو يعمل سيمنتيشن أوف بونز، إن هو يخلي البون سو هارد زي الأسمنت كده، إن هو يعمل هاردنينج أوف بون وسيمنتيشن أوف بون. الفانكشن اوف فيتامين دي دوت مهم للكالسيوم بالانس، السيل ديفرنشيشن، بيوطي البلاد بريشر، بيظبط البلاد بريشر ريجوليشن، مهم جدا للاميونيتي، مهم جدا فور ديفلوبمنت اوف بونز اند تيس، مهم جدا للناس اللي عايزه تو كات الويت، ان هو بيديكريز الويت. ففيتامين دي يعني زي ما بيقولوا هو طالع على مود، يعني هو داخل في كل حاجه حاليا. طيب فيتامين اي ودوت واحد من الانتي اوكسيدنت وواحد من الانتي ايجنت اللي انت احنا كلنا عارفينه. وفيتامين اي دوت موجود في ايه؟ موجود في الفيجيتابل اويل، اي زيت. ما يجيش يقول لك بقى زيت هلا دوت زيت مهم جدا واشتروا زيت هلا عشان دوت غني بالانتي اوكسيدنت، لا ده بيضحك عليك. كل الزيوت الصفراء ما عدا زيت الطبيخ ده، زيت الطبيخ ده او زيت القلي ده اللي هو زيت العربيات، ده زيت ما حدش يجيبه بيته ابدا. برضو التونة المفتتة محدش يدخلها البيت أبدا، دي بتبقى من الراس بتاع سمكة التونة، ودي بتبقى أكتر حتة فيها ميركوري، فدي بتبقى توكسيك. فإحنا ما بنشتري لإما تونة سليمة لإما بنشتري التونة اللي هي قطعة واحدة أو الشمس. أستأذنكم نقفل الموبايل الميوت، نعمل ميوت لو سمحت. البرينسيبال سورسز فيجيتابل اويل، ليفي فيجيتابلز اند ليجمز. يبقى انا الفيتامين اي موجود في ايه؟ موجود في البقوليات في الليجمز، وموجود في الليفي فيجيتابلز، وموجود في الفيجيتابل اويل. It is yellow oily liquid fluid liquid freely soluble in fat. الفانكشن دوت انتراسيلولار انتي اوكسيدنت، و it works in conjunction with selenium and also called anti-aging factor. Also called anti-aging factor, which protects cells from damage and keeps the blood clean. Vitamin E may help protect some people against Alzheimer's disease, where vitamin E also play a role in neurological function and inhibition of platelet aggregation. The effect of deficiency may be hemolytic anemia, وبيعمل لي neurological damage. The effect of toxicity interference with some enzyme. Vitamin K
المفروض ان احنا نكون عارفين ان اسمه التاني اللي هو فيتوناجون، يبقى فيتامين كي اسمه ايه التاني؟ فيتوناجون. والفيتامين كي ريفيرز تو ا جروب اوف ستراكشرلي سيميلر فات سوليبل فيتامين ذا هيومن بودي نيدز فور كومبليت سينثيسيس اوف سيرتن بروتين ذات ار ريكوايرد فور بلاد كوجيليشن اللي هو انتي هيموراجيك فيتامين و and also certain proteins that the body uses to manipulate binding of calcium in bones and other tissue. Vitamin K1 دوت موجود طبيعي في البلانتس. Vitamin K2 is synthesized by the bacteria in the intestinal tract of human. Vitamin K3 can be converted into vitamin K2 in the intestinal tract of the body. Vitamin K1 هو اللي موجود في البلانتس. ده موجود فين بقى؟ في الحاجات الورقية، في الحاجات الخضراء، في البروكلي، في الكابج، في السبانش، في اللاتس، في الترنب، في الانسينر فلورا افتر نيونيتال بيريود. فيتامين كي مسؤول عن ايه؟ ان هو بيعمل لي الكواجيليشن فاكتور والبروثرومبين. الافكت اوف ديفيشنسي بيعمل لي ثلاث حاجات، بيعمل لي تندنسي فور بليدنج، بيليري ديسفانكشن، اند امبيرد فات ابزوربشن. يبقى هو بيعمل تندنسي فور بليدنج، بيليري ديسفانكشن، اند امبيرد فات ابزوربشن. طيب فيتامين بي 1 اللي هو الثيامين دوت اسمه لوكاز اس انتي بيري بيري فاكتور وانتي واسمه انيولين و وانتي نيوريتيك فاكتور ودوت اتس كلرلس بيزك اورجانيك كومباوند. احنا كده بنتكلم في الووتر سوليبل فيتامين ودوت ديسترويد باي الكالين اند هيت. اول ليفينج اورجانيزم يوز ثيامين but it is synthesized only in bacteria, fungi, and plant. يبقى دوت is not synthesized in the human body. The principal sources in meat, liver, and potato. يبقى برضو موجود في الليفر وفي الليجمز. موجود في الكبدة وفي الليجمز والبوتيتو والتونة والميت. ممكن يحصل secondary deficiency مع pregnancy, lactation, fever, diarrhea, hyperthyroidism, والimpaired utilization in severe liver disease. الeffect of deficiency بيعمل لي beriberi, cardiac failure, وperiferal neuropathy وconstipation. الfunction مسؤول عن الكربوهيدرات metabolism وmyocardial central and peripheral nerve function. Vitamin B1 is essential علشان to convert carbohydrate into energy. احنا قلنا الفيتامينز هم اللي بيخلونا ان احنا ناخد الانرجي من الماكرو نيوترينت، لكن الفيتامينز they are not source of energy. The most important use of thiamine is in the treatment of beriberi. Beriberi دوت a condition caused by deficiency of thiamine in the diet. هيحصل في ايه؟ هيحصل عندي burning sensation في الهاندز والفيت، وبيحصل عندي difficulty في البريزنج وسويلنج وتينجلينج في الهاند. والفيتامين بي 1 helps in maintaining the healthy nervous system و necessary for the healthy mucous membrane و help in digestion of food و provide strength to the muscle which is very useful for proper functioning of the heart. طيب فيتامين بي 2 اللي هو الريبوفلافين it is called the beauty vitamin. The principal sources بتاعته الميت والليبر والميلك والشيتس والإج. يبقى هو the principal sources بتاعت الفيتامين B2 اللي هو الريبوفلافين برضو الليبر والميلك والميت والشيتس والإج. Secondary deficiency هيحصل مع إيه؟ chronic liver disease أو alcoholism أو diarrhea. الفانكشن مسؤول عن البروتين ميتابوليزم والانتجريتي اوف ذا ميوكاس ممبرين وات بروتكت ذا بودي اجينست كانسر. الايفكت اوف ديفيشنسي بيعمل لي انجولار استوماتايتس اللي هو انفلاميشن ات ذا انجلز اوف ذا ماوث وبيعمل لي كورنيال فاسكولاريزيشن. فيتامين بي 3 اللي هو النياسين او النيكوتينيك اسيد دوت اسينشال فور ذا ميتابوليزم اوف كربوهيدرات بروتين اند فات. Secondary deficiency can result from diarrhea, cirrhosis, alcoholism, prolonged INH therapy. Principal sources برضو الليفر والليجمز والفيش والميت. الفانكشن في الكربوهيدرات ميتابوليزم. الإفكت of deficiency دوت النياسين يبقى هيعمل لي بلاجرا
وهيعمل لي هنا استوماتايتس عادية not الانجولار. و CNS and gastrointestinal dysfunction. The function of niacin دوت helps in releasing energy from carbohydrate, fat and protein. It's very essential for DNA synthesis. It's very essential for production of estrogen, progesterone and the testosterone. Which is also helpful in reducing migraine, headache. Vitamin B3 اللي هو niacinamide may improve arthritis symptoms including increasing joint mobility and reducing the amount of anti-inflammatory medication needed. It is necessary for healthy skin, nerves and the digestive system. Niacin is necessary for healthy skin, nerves and digestive system. High dose of niacin medication are used to prevent development of atherosclerosis and to reduce recurrent complications such as heart attack or peripheral vascular disease. It helps to detoxify the body. Vitamin B3 is very essential for proper digestion of food. طيب vitamin B6 ودوت من اكتر الفيتامينز اللي احنا اللي انتوا استعملتوها في السنه الاولى والثانيه في المعادلات في البايوكيمستري. وفيتامين بي 6 من اكتر الفيتامينز اللي ناقصها برضو بيعمل لي انيميا. فاللي هو اسمه الثاني ايه بايريدوكسين. دوت موجود في ايه؟ موجود في الهول جرين سيريال، في الاورجان ميت، في الليفر وفي الفيش والميلك والايج والليجمز. سكندري دوت بنحتاجه في ايه؟ فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 is form is part of vitamin B complex ودوت serve as a cofactor in many enzyme reaction in amino acid glucose linoleic acid metabolism. Secondary deficiency can result from malabsorption او chemical inactivation by drugs such as hydralazine and penicillamine. الfunction بنحتاجه في البورفرين والهيم سينثيسيس واللينوليك اسيد ميتابوليزم والتريبتوفان كونفرشن تو نياسين. الايفكت اوف ديفيشنسي هيعمل لي انيميا، هيعمل لي نيوروباثي، هيعمل لي كونفالشن ان انفانت. فانكشن فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين ده اللي هو البنات بتحبه علشان شعرها، ف يعني بيتباع غالي جدا ومع ذلك كل البنات بتحرص على شراءه علشان شعرهم، فالبنات مش هينسوه. فيتامين بي 7 اللي هو البايوتين. البرنسيبال سورسز اللي هو الليفر، كيدني، كوليفلاور، ايجز، ناتس اند ليجومز. الفانكشن بنستخدمه في ايه؟ في الامينو اسيد والفاتي اسيد ميتابوليزم، كاربوكسيليشن ودي كاربوكسيليشن اوف اوكسالو اسيتيك اسيد. وبرضه مهم للمينتنس اوف نورمال هير والنورمال في سايكولوجيكال فانكشن. البايوتين دوت في عندنا في مشكله ان احنا الناس اللي بتروح الجيم دايما الناس اللي هم بتوع التربيه الرياضيه يقول لهم اللي هم اللي في الجيم يعني ما هماش علاج طبيعي ولا طب بشري فما هماش دارسين كلينيكال نيوتريشن، يقولوا لك خد ميلك شيك. الميلك شيك دوت عباره عن لبن وبيض ني، فغير ان هو بيعمل الرجي كمان ان هو الرو ايج ده اللي هو البيض الني بيبقى فيه ماده اسمها الافيدين. الافيدين ده بايتين انتاجونست، فالرو ايج كونتين بايتين انتاجونست اللي هو الافيدين هاي اند برولونج كونسبشن اوف ايت والريزلت انتو درماتيتس اند جلوسايتس. فيتامين بي 12 ده ما اقدرش اقول ان هو موجود في الليفر وفي الليجمز. لو قلنا الليجمز يبقى دوت ايه؟ فيتال ميستيك. ده موجود في اي منتج انيمال اوريجين، لكن ما اقدرش اقول ان هو موجود في البقوليات او في النباتات. يعني ما ينفعش ان يتقال ان هو موجود في اي فروتس او فيجيتابل. فيتامين بي 12 از ا كومبلكس اورجانو ماتريكس كومباوند كولد كوبرلامين ودوت كوبالت كونتيننج بورفرين. It is freely soluble in water.
It is found in animal products such as meat, shellfish, milk, cheese, egg, clams, oyster, crab, lobster. وفيتامين بي 12 ديفيشنسي هيبقى كومن في اي ناس؟ الناس الفيجيتيريان. الناس الفيجيتيريان دول لازم ياخدوا حقن فيتامين بي 12 فور لايف. او الناس هيبقى كومن برضو في الناس اللي هم اللي عندهم سمول انتستاينال ديس اوردر او عندهم ليفر اند كيدني مالجنسي، او الناس اللي هم اللي عندهم باراسيتيك انفستيشن اللي هيبقى في انكريز ريكويرمنت، وبيحصل برضو في الناس اللي عندهم ليفر ورينال ديزيز لان هيبقى في انكريز اكسكريشن. الفانكشن اوف فيتامين بي 12 دوت عندنا في حاجتين مهمين جدا، في الريد بلاد سيلز وفي النيرفس سيستم. في الريد بلاد سيلز هو مسؤول عن برودكشن اوف ذا ار بي سيز، وفي النيرفس ان هو امبروف الكونسنتريشن والميموري امبروف الكونسنتريشن والميموري والبالانس. It is important for metabolism of fat, protein, carbohydrate to promote the growth. فيتامين بي 12 نقصه يعمل لي ميجالوبلاستيك انيميا، بينما الايرن نقصه بيعمل لي مايكروسيتيك انيميا. فالانيميا اللي resulting from فيتامين بي 12 غير الانيميا اللي resulting from iron deficiency. الانيميا it leads to megaloplastic or pernicious anemia. وكمان قلنا انه له علاقه بالنرفس، فبيعمل لي دي مايلينيشن و ايرريفرسبل نيرف سيل ديث. طيب فيتامين سي اللي هو الاسكوربيك اسيد، الاسكوربيك اسيد cannot be synthesized by the body. يبقى فيتامين سي دوت لا يصنع في الجسم، و it is a powerful antioxidant. يبقى احنا قلنا على فيتامين سي انه انتي اوكسيدنت، قلنا على فيتامين اي انه انتي اوكسيدنت، وقلناش على فيتامين دي ان هو انتي اوكسيدنت. دوت synthesized by most animals not by human. It is destroyed by heat as in heating to sterilize the formula. Principal sources citrus fruit, tomato, cabbage and green peppers. يبقى principal sources of vitamin C tomatoes, cabbage, citrus fruit and green peppers. Secondary deficiency is very common in patient on ulcer diet. الصوت واضح يا دكاترة؟ The principal sources is citrus fruit, tomatoes, cabbage and green pepper. Secondary deficiency هيحصل في أي ناس؟ الناس اللي عندهم gastritis، الناس اللي على peptic ulcer diet، الناس اللي عندهم jejunal ulcer، الناس اللي عندهم any kind of gastritis. فالناس دولت لما تكون عزمهم على الاكل هيقولوا لك ايه؟ لو سمحت احنا ما ناكلش محشي كرنب، ما ناكلش سلطه الكولسلو، ما ناكلش حاجه فيها توميتو كتير، احنا ما بنشربش مثلا كافيه، احنا ما بناكلش اي حاجه فيها اورنج او ليمون، قلل لنا التوميتو في الاكل. فهو يعني علشان يعني ايه ما تتعبش نفسك وتعمل اكل هو ما ياكلوش، وانت ترجع تضايق بيقول لك ان الحاجات دي بتعمل له جاستريك اريتيشن. فالفيتامين الحاجات دي كلها ليها ايه؟ ليها فيتامين سي. فالناس اللي هم امبابتيك ألسر دايت هيكون عندهم نقص في فيتامين سي. فبيحصل secondary deficiency is very common in patient on ulcer diet. لان احنا زي ما انتم شايفين الفيتامين سي موجود في ايه؟ في السيترس فروت، في التوميتو، في الكابج، في الجرين بيبرز. الحاجات دي كلها الناس اللي عندهم gastritis او any kind of ulcer، jejunal ulcer، peptic ulcer، ما يقدروش ان هم ياكلوها، هتعمل لهم gastric irritation. يعني ياكلوا منها حاجه بسيطه قوي، لو زودوا هيتعبوا. والتوميتو من اهمهم. اليوجوال ثيرابيوتيك دوز من 100 ل 1000 ملي جرام بير داي. وفي ناس يقولوا لك ايه؟ فيتامين سي هيزود الاميونتي، فيتامين سي هيحميك من الكومن كولد. بس الكلام ده غير مظبوط. Huge dose of vitamin C will not decrease the incidence or severity of common cold, لكن it may predispose to auxiliary urinary calculus. The function of vitamin C that was very necessary in the formation of connective tissue.
يبقى فيتامين سي از نيسيسري فور ذا فورميشن اوف كونكتيف تيشو او سينثيسيس اوف كولاجين ونيسيسري فور ذا مينتيننس اوف بون بروبر فانكشنينج اوف ادرينال اند ثايرويد جلاند. It is an antioxidant. It stimulates the immune function, combat bacterial infection, reduce the effect of allergy producing substance, protect vitamin A, E, B complex as vitamin from oxidation. طيب vitamin C deficiency هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي scurvy, هيعمل لي fragility of blood vessel, هيعمل لي easy bruising and hemorrhage و poor healing, وهيعمل لي بين in bone and muscle, وهيعمل لي poor bone and dental formation و loose teeth و compromised immunity. طيب قبل ما نبدأ في الموضوع التاني اللي انا عايز اتكلم فيه يعني كده عايز اسمع صوتكم ناخد فرح خالد. ممكن تقولي لي نعمل طبق السلطة ازاي يا فرح؟ ايه دكتور؟ نعمل طبق سلطة ازاي يا دكتورة؟ نقطة طماطم خيار بصل اوكي ونحط ليمون خل زيت زيتون. حد عايز يزود اي حاجة؟ هي بصراحة قالت طبق سلطة تحفة. شكرا يا دكتورة, شكرا يا أسامة. هي أهم حاجة قالتها في طبق السلطة إيه يا فاطمة؟ هي قالت حاجتين حلوين قوي, زيت زيتون, زيت زيتون وليمون. إيه فايدة زيت الزيتون وإيه فايدة الليمون؟ بيزيد ال HDL. الزيت مين بيتكلم؟ بولا يا دكتور. بولا بيزيد ال HDL. لا وحاجة تانية كمان, احنا معظم الفيتامين اللي في طبق السلطة فات سوليبل فيتامين, فأنا لو أكلت طبق السلطة من غير معلقة الزيت, أي زيت سواء زيت زيتون, زيت عباد شمس, زيت ذرة, الزيت اللي أنت عايزه, يبقى أنا باكل بس فايبر. طبق السلطة مليان فات سوليبل فيتامين, فعلشان أستفاد بطبق السلطة اللي بقى غالي قوي أنا لازم أحط له معلقة زيت. Otherwise أنا باكل طبق فايبر وبس. الفايبر مفيد جدا بس أنا مش عايزة أكل طبق فايبر وبس, أنا عايزة أكل فايبر وعايزة أخد الفيتامينز اللي في السلطة, فعشان أمتصها لازم معلقة الزيت. دي أول حاجة. يبقى دي شكرا لكم جميعا, ممتاز يا بولا. دي أهم حاجة في إيه؟ في طبق السلطة. قالت هي حاجة تانية جميلة قوي, الليمون. الليمون دوت هيساعد في ايه؟ هيساعد في امتصاص اي حديد موجود في الاكل, دي نقطة. النقطة التانية انه هيخليني اقلل الملح اللي انا هحطه على السلطة, وانا as much as I can انا مش عايز احط ملح, فانا لو حطيت ليمون انا هقلل الملح, صح كلام؟ معايا دكاترة؟ ايوه مظبوط. اوكي شكرا لكم. طيب هنتكلم دلوقتي على موضوع تاني اللي هو البريس فيدنج. بريس فيدنج واضح؟ اوكي احنا في الفيدنج اوف انفنت عندنا يا اما بريس فيدنج يا اما ارتفيشال فيدنج. ام سوري ايوه, هو ايه المشكله فيه؟
most probably هخلص قبل 7. موضوع صغير مش كبير، معظمه صور. فالبريست فيدنج، في عندنا الفيدنج اوف انفنت، ممكن لاما يكون بريست فيدنج لاما ارتفيشال فيدنج. في عندنا 3 مراحل، في عندنا بريست فيدنج وارتفيشال فيدنج وفي الويننج. الناشونال جايد لاينز في الانفنت وفي اليانج تشايلد فيدنج ريكومند ان انا اعمل اكسكلوسيف بريست فيدنج فور ذا فيرست 6 مانث اوف لايف، وبنبدا بعد كده انتروداكشن اوف كومبلمنتري فود at 6 months و continuous breastfeeding up to the age of 2 years or beyond. احنا ايه الاهمية بتاعتنا في ان احنا بنحب ان احنا بنعمل breastfeeding؟ الحاجات اللي هما ال 10 steps for successful breastfeeding، ان انا بحاول ان انا ادي a newborn infant no food or drink other than breast milk unless medically indicated. يبقى انا بعلم الام حاجات مهمه علشان يبقى في successful breastfeeding. have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all healthcare staff. we train all healthcare staff in the skills necessary to implement this policy. We inform all pregnant women about the benefit and the management of breastfeeding. الصورة واضحة يا دكاترة؟ We help the mother to initiate breastfeeding within half an hour of birth. امتى بنبدأ عملية الرضاعة للأم؟ امتى الأم بتبدأ الرضاعة للبيبي الصغير بتاعها؟ في معظم المستشفيات عملية الرضاعة بتبدأ قبل ما يقصوا الأمبليكال كورد، يعني قبل ما بيقصوا الأمبليكال كورد علشان الأم تهدى وعشان البيبي يهدى، بيحطوا البيبي على صدر أمه قبل ما يقصوا الأمبليكال كورد، لأن هو البيبي بينزل بكراي جامدة جدا، فالبيبي عارف الهارت ساوند بتاعت أمه، فأول ما بيتحط على البريست أوف هيز ماذر هو بيعرف على طول إن دي أمه، ف بيبطل الكراي العنيف اللي هو بينزلوا بيها، والأم ضغطها بيوطى على طول وبتستريح نفسيا أول ما البيبي بيتحط عليها. help the mother to initiate breastfeeding within half an hour of birth، وإحنا بنقولها مش within half an hour، بنقول immediately after birth. show the mothers how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infant. نحاول ان احنا ما نلتزمش بشغل المستشفيات اللي هي على مود اللي هنا ساعات بيعملوها في مصر، ان يقولوا لك لازم الطفل يتحط في يو في لايت وان الطفل لازم كذا. لا، هو ما فيش حاجه تمنعني من ان الام ترضع ابنه غير لو الام عندها مرض هيتنافى مع ان هي ترضع، مثلا عندها اتش اي في مثلا او بتاخد دراجز هتنزل في اللبن. practice rooming in that allow mothers and infant to remain together 24 hours a day. هي الأم بتبقى خايفة، فأنا لازم أعودها على البيبي، يعني هما الاثنين بيبقوا خايفين من بعض، البيبي خايف والأم خايفة. give a newborn infant no food or drink other than breast milk unless medically indicated. we encourage breastfeeding on demand. give no artificial treats or pacifier. pacifier لما بيجيلك في أي كادو في أي علبة هدايا بتاعة الأطفال عادة بتترمى في قعر الباسكت بتاع الجاربج، يعني بحيث ان محدش تاني ياخدها، لان الباسيفاير دي بتبوظ السنين بتاعت البيبي وبتبقى سورس اوف انفكشن. انت مش كل مره الباسيفاير دي هتقع على لبسه او هتقع على السرير او هتقع على السجاده انت هتروح تحطها في ميه مغليه، لا انت هتاخدها وتقوم حطيتها في بق البيبي، فهتبقى مليانه جيرمز وميكروبس، فهي هتبقى سورس اوف انفكشن، فتلاقوا وهتبوظ له اسنانه، فهتلاقوا الاطفال اللي بتستخدم الباسيفاير اكتر اطفال بيجي لها اير انفكشن واكتر اطفال بيجي لها دايريا وجاسترو انتريتس. جيف نو خلاص وفاستر ذا استابليشمنت اوف بريست فيدنج سبورت جروب، وممكن ان احنا بنعلم الام ازاي تو بريست فيد.
ده نفس السلايد اللي فاتت، وبنقول برضو ان البريست فيدنج بنحاول ان هو من ضمن البراكتس فور سكسسفول بريست فيدنج سيرفيسز، ان احنا بنليمت اليوز اوف اني فود اور درينك اذر ذان هيومن بريست ميلك. خلي بالكم من حاجه، احنا كهيومن بينج من ساعه ما بنتولد لحد ما يتوفانا الله بنميل لايه كلنا؟ عشان ما عيبش على حد، كلنا بنميل للكسل. يعني تبقى احلى لو ناخد المحاضره في البيت، تبقى احلى لو تدينا تشيلنا محاضرات، تبقى احلى كل حاجه. يعني انا مش بتكلم عليكم انتوا احسن طلبه، انا بتكلم ان جنرال كهيومن بينج احنا بنميل للكسل. انا قلت البريست فيدنج دوت ات از ان اكتيف بروسيس، الطفل بيبذل مجهود فور ساكينج. فلو انا اديته اي اكل من بره، اديته لبن من بره، اديته اي حاجه اي حاجه في البزازه بتاعته من بره، هيسيب صدر امه، لان هو علشان ياخد لبن من صدر امه بيبذل مجهود. انما لما بديله البزازه من بره، البطن بيخلصها في ثواني، 200 ملي بيخلصها في ثواني، فليه يتعب نفسه؟ بلس اي حاجه من بره هيكون طعمها احلى من لبن الام، لان لبن الام سكره قليل. فالبريست فيدنج بنخليه اون ديماند، فعشان كده دايما بنقول ما نديش حاجه خالص من بره ولا حتى ميه، لان لبن الام فيه 90% من الكونتنت بتاعته ميه، وما فيش حاجه فيها الفوائد اللي موجوده في لبن الام خالص. من ساعه ما بنتولد لحد ما بيتوفانا الله، ما فيش اكل بناكله مفيد زي لبن الام. وقلنا limit the use of pacifier and artificial nipple، وبنحاول ان احنا نستعين بالbreast feeding support group بالذات في الفيرست بيبي، وsupplementation of vitamin D at birth especially in region with limited sunlight، وaddition of supplemental iron at the age of 4 months. العيب الوحيد اللي في البريست ميلك، الحاجة الوحيدة اللي قليلة فيه هو الايرن. بس مع ذلك الاطفال اللي بترضع طبيعي نسبه حدوث الايرن ديفيشنسي فيهم اقل من الاطفال اللي بترضع صناعي، لان الاطفال اللي بترضع صناعي اللبن الصناعي فيه كالسيوم اكتر من لبن الام، فالكالسيوم بيكمبيت ويز ايرن فور ابزوربشن. Supplementation of vitamin D at birth, especially in region with limited sunlight, addition of supplemental iron at the age of 4 months, where possible addition of fluoride at the age of 6 months is indicated for infant living in region in which water is low in fluoride. El breastfeeding بنقول ideal food for the infant, where el breastfeeding بنقول إن هو natural، وبنقول ببلاش. وما فيش سارس، ما فيش فرصه ان يحصل انفكشن. احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنمسح مكان عند النيبل وبنرضع البيبي في كومفورتبل بوزيشن وبس. واهم حاجه ان انا المره دي البيبي رضع الاول من الناحيه اليمين، يبقى المره الجايه هيرضع الاول من الناحيه الشمال. ما ينفعش ابدا نيفر ان انا احطه مرتين ورا بعض اون ذا سيم سايد. النورمال مذر اكسكريت من 450 ل 600 ملي اوف ميلك ديلي، الارقام للحفظ. وكل 100 ملي من البريست ميلك فيهم 1.1 جرام بروتين، وكل 100 ملي من البريست ميلك بيدوني 70 سعر حراري. الارقام كلها للحفظ. A child who breastfed has greater chance of survival than a child who is artificially fed. وبنقول ال infant mortality rate في ال developing country بتكون في ال developing country are 5 to 10 times higher than among children who have not breastfed or who have been breastfed for less than 6 months. ال breastfeeding rates have increased in the last decade for women of all races. طبعا البريست فيدنج هيكون اعلى ناس فيه مين؟ الناس الادوكيتد،
وبرضو البنات اللي بيتجوزوا في سن متأخر سنة، يعني البنات اللي تتجوز عند 18 19 20 سنة ما بيكونوش عارفين قيمة البريست فيدنج زي البنات اللي يتجوزوا في سن أكبر. فبنقول breast feeding is highest among women 35 years and older, college educated women, women participating in the WIC program. ال WIC program دوت موجود في معظم ال developed country أو فيها كلها، بحيث إن أنا كل ما أروح ال primary health care أو العيادة وأقول إن أنا رضعت، ويعني بيشوفوا وزن البيبي ويشوفوا يطمنوا إن البيبي كويس ويطمنوا إن هو بيرضع طبيعي، بيدوكي كادو. فالنورمال نيو بورن هاز اكتف ساكينج ريفلكس اند كان ريسيف اورال فيدنج ايميديتلي. يبقى النورمال نيو بورن من ثانيه الولاده جاهز ان هو يرضع، هاز اكتف ساكينج ريفلكس اند كان ريسيف اورال فيدنج ايميديتلي افتر بيرث وذيس شود نوت بي ديلايد مور ذان 4 اورز. سبيتنج اند ريجيجيتيتنج ميوكس ار كومن جورينج الفيرست داي، لكن لو استمرت شويه يبقى انا the stomach should be emptied and بعمل and washed until the return are clear of mucus. وبنعمل diagnostic investigation علشان ما ينفعش ان انا اقول ان البيبي عنده allergy to the human milk. لا، ما فيش allergy to the human milk never. فانا ممكن يكون في pyloric obstruction، ممكن يكون في obstruction، لكن ما ينفعش يكون في allergy. فانا لازم اعمل full diagnostic assessment. If vomiting continues in a newborn that is bottle fed, يبقى هدي hypoallergenic milk formula. لو هو بيرضع صناعي، يبقى أنا هدور على hypoallergenic milk formula. لكن طبيعي لا. Providing maternal support and structure antenatal and postpartum breastfeeding education are the most effective means of achieving breastfeeding success. In addition, immediate skin-to-skin contact between the mother and infant and early initiation of breastfeeding are shown to improve the breastfeeding outcome. When concern about lactation arise during a newborn visit, the infant must be carefully assessed for jaundice, weight loss, and signs of failure to thrive. If workup is required, parents should be supported in their decision to breastfeed, where certified lactation consultant can provide valuable support and education to patient. Physician also should educate a working woman who breastfeed about the availability of breast pump. من الحاجات اللي لازم تشتريها اي woman لما بتعرف ان هي she is pregnant اللي هو ال breast pump.
فبنحتاج certified lactation consultant to provide valuable support and education to physician. والphysician should educate the working woman who breastfeed about the availability of breast pump. بنقول لما الwoman بتعرف ان هي she is pregnant زي ما بتجيب لبس للبيبي بيجيبوا البريست بامب. في breast pump المانيوال وفي الالكتريك. يعني هي الاثنين موجودين والاثنين بيتباعوا، بس هو علشان ما يحصلش breast engorgement وعشان ما يحصلش mastitis بنجيب البريست بامب دي، لان الطفل اول ما بيتولد بيبقى اللبن كتير قوي في صدر الام وطفل نايم معظم الوقت. وخصوصا كمان لو شي از وركينج وومن، ايفن اف شي از نوت ا وركينج وومن، اللبن بيبقى زياده في البريست، فلازم ان احنا بناخده. واللبن دوت طالما اتعين في الفريزر بنعينه، بنحطه في اكياس سترلايزد باكس، وبنحطه بنكتب عليه ببيرمننت ماركر التاريخ، وبنسحبه بتحط في درج لوحده في الفريزر وبنسحبه بالترتيب. طبعا اللبن ما بيتحطش في المايكرويف، ما بيتحطش في كاسرول فيها هوت ووتر، لا هو بيتحط في درجة حرارة الغرفة، لان لو انا حطيته في اي مية دافية او في المايكرويف انا بكسر الفيتامينز اللي فيه وبفقد الفايدة اللي فيه، فانا بسيبه في درجة حرارة الغرفة. ببقى عارفة ان البيبي هيصحى كمان ساعتين بطلعه وبسيبه. Physician must be aware of the patient lactation status when prescribing medication. علشان لو medication دي بتعدي في human milk أو unsafe for breastfeeding. When breastfeeding is planned, a physician should answer any question about lactation. Few people are waiting in the lab. يا أسامة، عمال يجي لي حاجة إن في ناس waiting in the lab يعني. أوكي delivery if the mother has had little medication and the normal delivery when newborn is alert and active يعني كل شيء طبيعي he may be put to breast immediately few minutes on each side 5 minutes يعني 5 minutes on each side the mother should assume comfortable relaxing position and the newborn should be placed to face the mother والأم بقى بتتعود في خلال 3 أيام بتبقى عارفة إزاي تردع Excessive sucking should be avoided لأن دوت ممكن يعمل لي التهاب ويعمل لي sore nipples ودوت are easier to be prevented than to be treated keeping in mind أن milk production is dependent upon adequate sucking time وفي primary para lactation بيبقى established 72 to 96 hours while less time is required for multi-para بتبقى أستاذة خلاص وبتبقى اتدربت بعد كده The mother is really fatigued. The 2 a.m. feeding may be replaced with water. Feeding should be on demand rather than by clock. However, if the baby wakes up at night, don't turn on the light. The mother should make the baby understand that he or she is awake only to get fed and that he is not party time. لازم البيبي يعرف ان هو صاحي لوظيفة معينة. ان it is not a party time. هو صاحي يردع او يغير. فما نولعش النور لو هو صحى بالليل يفضل كمان ان الاب هو اللي يقوم يدي الرضع دي لان احسن وقت الام بيكون عندها فيه لبن احسن وقت هو الصبح بدري فلو هي ما نامتش كويس اثناء بالليل هيبقى اللبن بتاعها الصبح مش هيبقى كويس وطبعا دايما بننصح ان احنا الام بعد ما ترجع من شغلها ما ينفعش انها تحط البيبي على صدرها لا تجيله من البوتلز اللي هي محوشاها في الفريزر يعني هيكون البيبي سيتر عارف ان دوت معاد الرضع بتاعته يطلع له لكن ما تاخدهاش الشهفة وكده وانها تحطه على صدرها اول ما ترجع من الشغل لان بيكون طعم اللبن مش حلو وبيكون اللبن قليل قوي وهي تعبانة اوكي
الأم علشان اللبن يزيد عندها لازم تكون نايمة كويس، ولازم تكون شاربة إزازة مية قبل ما ترضع. يعني كان الدكاترة دايما يقولوا لنا كده، يعني في أمريكا كانوا يقولوا لنا إن لازم قبل ما تقعدي ترضعي يكون جنبك إزازة مية، البيبي يشرب وأنت تشربي. The mother should make، أكتر حاجة بتزود اللبن هما الحاجتين دول، النوم والمية، نوم الأم والمية. The mother should make the baby understand that he or she is awake only to get fed and it is not party time. When الأم she is the boss مش الطفل. The mother should also get enough rest لأن الفاتيج will affect her ability to breastfeed. At birth, the function of most immune mechanism is proportional to gestational age. فلو الطفل preterm أو مولود بدري هيبقى في عندنا defect. Is lower thus the newborn and the young infant has a significant transient immunodeficiency involving all limbs of the immune system, putting the new neonate at risk of overwhelming infection. الريسك ده هيزيد بإيه؟ هيزيد لو هو premature أو traumatic delivery أو maternal illness, neonatal stress and some medication. A newborn decreased inflammatory response contribute to increased susceptibility to infection and may help explain the absence of localized clinical signs as fevers that are seen in older children with infection. To have healthy people in 2010 كان لازم ان احنا to increase the number of infants who breastfed to at least 75 in the early postpartum period. At least 50% of them should continue breastfeeding for the first 6 months. At least 25 of them continue breastfeeding to the age of 1 year. لكن لحد 6 months بنقول ما ياخدش اي حاجة من بره. لكن احنا بعد 6 months بنبدأ supplementation لحاجات من بره، بنبدأ عملية weaning gradual not sudden. الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس ريكومند ان breastfeeding continue for at least 12 months and thereafter for as long as mutually desired. A newborn should be nursed whenever they show sign of hunger such as increased alertness or activity, mouthing or rooting. Human milk بنقول عليه the preferred feeding for all infants including premature infant and sick newborn with rare exception. Exclusive breastfeeding is recommended up to the age of 6 months. The energy provided by 100 ml of breast milk is 70 kilocalories. يبقى أنا كل 100 ملي هيدوني قد إيه؟ هيدوني 70 كيلو كالوري. Recommended time of commencement for breastfeeding is immediately after birth. وبنقول إن البريست ميلك كل حاجة فيه عالية، لكن قليل في إيه؟ قليل في الصوديوم وقليل في فيتامين K. لكن هو it is high in immunoglobulin A و it is produced in response to prolactin level. It is low in phosphorus as compared to cow's milk. Where it is low in sodium as compared to cow's milk. Where it is low in vitamin K. يبقى أنا البريست ميلك is rich in immunoglobulin A. Is very high in protein. Is very high in unsaturated fatty acid. Where in transferrin amino acid. برضو بيبقى هاي. لكن وقلنا ان الايرن ديفيشنسي انيميا از كومن في الاطفال اللي بترضع صناعي 3 مرات عن الاطفال اللي بترضع طبيعي. لكن بنقول ان البريست فيدنج از لو ان فوسفورس از كومبيرد تو كاوز ميلك ويت از لو ان صوديوم از كومبيرد اولسو تو كاوز ميلك ويت از لو ان فيتامين كي. ان ورك بليس لازم ان احنا يعني في بعض الأماكن في الشغل المحترمة وهي فعلا محترمة اللي بتاخد بالها إن السيدات العاملات ما ينفعش يرموا عيالهم في الشارع، ولازم ما يكونش أجر البيبي سيتر أغلى من الفلوس اللي هي بتاخدها من شغلها، فبيوفروا حضانة في مكان الشغل بسعر معقول علشان يشجعوا البريست فيدنج وعشان يشجعوا إن الواحد الأم تاخد بالها من ولادها. فمش هتقعد هي طول الاربع ابنها او بنتها، بس تقدر تروح له في البريك. Establish a family and the community program that enable breastfeeding continuation when women return to work.
وانكورج تشايلد كير فاسيلتي تو بروفايد كواليتي بريست فيدنج سبورت. Encourage father and other family members to be actively involved throughout breastfeeding experience. عشان كده قلنا ان لازم بتتم الساعة 2 الصبح دي الاب عادة هو اللي بيقوم يديها عشان الام تاخد راحتها في النوم، عشان الام تاخد القسط الكافي ليها للنوم عشان تقوم ترضع في الصبح بعد الفجر. Encourage the media to portray breastfeeding as normal, desirable and achievable for women of all culture and socio-economic level. يعني برضو الميديا ليها دور كبير انها تشجع الستات for breastfeeding عشان ما يفتكروش ان دوت هيبوظ الكوزماتيك او ان دوت low class او كلام من ده. فعايزين ان احنا نشجع الفيميلز for breastfeeding. Research improve understanding of the health benefit of breastfeeding, especially in reducing the risk of chronic childhood disease among disadvantaged women and children, among disadvantaged infant and the children. We conduct research to better understand the role of the father in promoting breastfeeding. When 2008, Tarrant and Kearney suggest ان الانتينيتال بيريود should be targeted ان هي الافكتيف تايم ان هو اغير مفاهيم الام والاب about البريست فيدنج، والفيزيشن should also present the benefit of breastfeeding to both couples ان هو من جهه النيوتريشنال free from bacterial contamination, immunological function and psychological function. ايه الادفانتج اوف بريست فيدنج؟ ان هو سيف من غير فلوس، كلين، هايجينيك، تشيب اند افيلابل تو ذا انفانت ات كوركت تمبريتشر اند ات اني تايم، وفولي ميت النيوتريشنال ريكويرمنت اوف ذا انفانت ان ذا فيرست فيو مانثس اوف لايف، كونتينز انتي مايكروبيال فاكتورز which provide protection against disease in the first few months of life. We easily digested and utilized by both normal and premature baby. فدوت easily digested and utilized by both normal and premature babies. We promote bonding between a mother and the infant. While breastfeeding promote more skin to skin contact, more holding and stroking. Where many feel that it affects also bonding during the first years of life will help reduce social and behavior problems in both children and adults. يعني الحمد لله الأطفال اللي بترضع طبيعي الأمراض النفسية فيهم بتكون أقل بكتير من الأطفال اللي بترضع صناعي. والسكين كونتاكت والهولدنج والهاجينج اوف ذا بيبي ده حاجات مهمه جدا. السكينج هيلب ان ذا ديفلوبمنت اوف جو اند تيث وبروتكت البيبيز فروم ذا تندنسي اوف اوبيزيتي. برضو الاطفال اللي بترضع صناعي بيكون مور اوبيز وبريفنت مال نيوتريشن اند ريدوس انفانت مورتاليتي. بريفنت مال نيوتريشن اند ريدوس انفانت مورتاليتي. Several biochemical advantages such as prevention of neonatal hypocalcemia and hypomagnesemia. Also, the breastfeed baby will grow into more successful adult. لأن في عندنا special fatty acids في breast milk but lead to higher IQ and better visual acuity. Breast milk is easily digested. البريست ميلك ما بيحتاجش البنكرياتيك انزيم والبايل جوس لان هو اوريدي دايجستد، معنيش محتاجه البنكرياتيك انزيمز والبايل جوس والحاجات ديت علشان ان انا عمليه الهضم. لكن بنلاقي دايما الاطفال اللي بترضع صناعي بيجي لها كوليك وبيجي لها كونستيبيشن وبيبقى عندها مشاكل لان الدوت محتاج بنكرياتيك انزيم ومحتاج بايل جوس، فعشان كده اللبن الطبيعي بيبقى أريح. البريست ميلك تشينج كونستنتلي تو ميت البيبيز نيد. الميلك تشينج ان فوليوم اند كومبوزيشن اكوردنج تو ذا تايم اوف ذا داي. النيرس
the frequency and age of baby to promote healthy growth. Breast milk is the perfect food for the baby. Breast milk is always ready and good for the environment, where it is available wherever and whenever the baby needs it. No bottle to clean. Breastfeeding has no waste, so it is also good for the environment. An advantage for the infant, fewer ear infection, less incidence of sudden infant death syndrome, fewer respiratory infection, reduce the risk of developing insulin-dependent diabetes mellitus, increase the IQ scores later in childhood, will enhance neurodevelopmental performance. Where in 2008, Pilanco proved in even partial breastfeeding, especially at age 4 to 6 months, will offer protection against infection. Passive transfer of maternal immunity for the newborn immature immune system and gives immunity to many serious bacterial and viral pathogens. Breast milk contains many antimicrobial factors as immunoglobulin G with greater immunoglobulin E, white blood cell, complement protein, lysozyme, and lactoferrin that cause the upper respiratory and enteric pathogen. However, occasionally passively acquired immunoglobulin G can also inhibit a newborn response to immunization against agents such as measles or rubella. A newborn has deficient antibody response to several antigens, including vaccine antigen. فما يجيش حد يقول لي أنا بودي بنتي الطعم بيكون تطعيم عند 8 أسابيع بوديها 6 أسابيع. أصلا أنا very meticulous about my baby. لا، هي بس أم جهلة فبتودي ابنها بدري. لأن أنت لما بتوديه بدري هو بياخد ميل، لأن الجسم غير ready إن هو يعمل الـ antibody reaction. فimmunization of an infant too early will result in decreased antibody response. كأنه ما طعبش. طيب احنا اول لبن اول حاجه بتنزل من صدر الام اللي هو الكوليستروم. الكوليستروم is the first form of milk produced by the mammary gland present in the breast before birth and after the first few days thereafter. This sticky yellow fluid has higher concentration of nutrient and antibody but in small quantity. بنقول الكوليستروم is high in protein and low in fat. الكوليستروم بنقول إن هو high in protein and low in fat, which makes the digestion much easier to digest. It also stimulates the passage of meconium, اللي هو the first feces of newborn, and it is composed of material ingested during the time spent in the uterus. طيب إيه هو بقى transitional milk ده اللي بعد الكوليستروم قبل الميلك العادي. It is the milk produced after cholesterol. The lipid fraction of human milk represent the main source of energy. ده الهيومن ميلك العادي بقى، يبقى احنا عندنا اول حاجه الكوليستروم وبعدين الترانزيشنال ميلك وبعدين البريست ميلك العادي. الكوليستروم ده لما بتيجي تحطيه في البوتل بتاعت البيبي بتشوفي نص الازازه او اكتر من تلتين الازازه بيكون اصفر من كتر الفات اللي موجود فيها، اللي هو الانساتوريتد فاتي اسيد، اللينوليك اسيد والاراكيدونيك اسيد، يعني عشان تشوف قد ايه دوت فيري هيلثي ومغذي جدا. وبعد كده بتبقى لون ابيض ميه خفيفه يعني، فيعني ان شاء الله اكيد كلكم شفتوه يعني. فالكوليستروم دوت بيبقى حاجه مغذيه جدا للبيبي. الليبيد فراكشن اوف هيومن ميلك ريبريزنت المين سورس اوف انرجي فور ذا نيوبورن اند ذا انفانت. It supply essential nutrients such as fat soluble vitamin and essential fatty acid. The essential fatty acid دول بيبقوا precursor of the long chain polyunsaturated fatty acid such as arachidonic acid. ودول they are important structural component of all cellular membrane and they are required in relatively large amount during early growth of the brain and retina. فدول مهمين جدا. Reports in 1999 found association between the supply of long-chain fatty acid with functional outcome of the recipient infant, such as visual acuity, where development of cognitive function during the first year.
برضو من ضمن الادفانتج ان البريست ميلك لقوا ان هو بيمنع في يعني ان هو البريست فيدنج بيمنع الاوتيزم، ولو ان في 2017 لو ان اللاك اوف بريست فيدنج از ا ريسك فاكتور فور اوتيزم ديفلوبمنت ان تشيلدرن هو ار اوريدي جينيتيكالي ات ريسك فور ذا كونديشن. Another recent study that investigated the association between breastfeeding or cognitive development or autistic trait with attention deficit حد يفكرني بيها ال ADHD اللي هي attention انتوا اكيد اخدتوها. ممكن حد انتوا معايا؟ رفيق معايا؟ أسامة؟ معاك يا دكتور. طيب حد يفكرني الـ ADHD ديت اللي هي ايه؟ انتوا لحقتوا تخرجوا من المحاضرة؟ Activity Disorder يا دكتور. Attention قوليها تاني؟ Attention Deficit and Hyperactivity Disorder. شكرا يا دكتورة. اوكي شكرا لكم. The study found that after adjusting for many confounding variables and a longer duration of breastfeeding were independently associated with improved cognitive development and reduced autism. Breastfeeding also gives a gift for a lifetime to the baby, with lower incidence of allergy, obesity, and asthma among infant, lower incidence of childhood lymphoma, decrease the risk of gastrointestinal and urinary tract infection, decrease the risk of necrotizing enterocolitis, where it supply all the necessary nutrients in the proper proportion, where it protect against disease like diabetes and cancer. Advantage to the mother, early initiation of breastfeeding help to mother may experience increased self-confidence, earlier return to pre-pregnancy weight, increase in bone density, lower the mother risk of postpartum hemorrhage and anemia, boost the mother immune system, delay next pregnancy, reduce the insulin of diabetic mother, insulin requirement, protect the mother from ovarian, uterine, breast cancer, and osteoporosis. Protect the mother from ovarian, uterine, breast cancer, and osteoporosis. And breastfeeding produces a naturally soothing hormone oxytocin and prolactin. That promote stress reduction and positive feeling in the nursing mother. We increase the calmness, breastfeeding baby cry less, and they have fewer incidence of childhood illness. Breastfeeding can support the wellness of body, way in mind and spirit for the whole family. Breastfeeding makes travel easier. Breast milk is always clean and at the right temperature. Breastfeeding mother learn to read their infant cue, and babies learn to trust caregivers, and this helps shape the infant early behavior. The economic advantage, دوت طبعا ببلاش. غير انه ببلاش ان الميلك فورمولا حاليا مش موجودة. يعني في معظم دول العالم مش موجودة. Reduction في الهيلث كير كوست. برضه هيقلل السيك ليف وهيقلل الابسنتيزم في الورك لان الاطفال هتبقى اقل. Reduce the hospitalization. Impact the health of the infant not only now but later also in life. الالرجي in baby children in rare cases a breastfeeding baby may develop a food allergy to foods the mother is eating. Most common symptoms are green mucus-like and blood-spotted stools.
colic and reflux are not usually caused by food allergy. The most common foods that cause allergy are dairy products, soil products, and wheat, wool, eggs. Less common food that cause allergy, lower fish, wool nuts, wool peanuts, wool corn. A baby could develop an allergy to any food he eats. As long as the baby is gaining weight and not anemic, the allergy is not going to cause any long-term problems and breastfeeding can be resumed. It may take 4 to 6 weeks for the infant symptoms to resolve. A recommended diet in women بتحتاج اللي بترضع زيادة 600 extra kilocalorie. يبقى أنا عشان أرضع أنا محتاجة زيادة 600 extra kilocalorie, of which 20 gram are protein. A major nutrient must add is 400 milligram extra calcium. Dairy products are excellent sources. If milk products are not tolerated, بنقول للأم تاخدي nuts and green vegetables should be increased أو بنديها calcium gluconate supplement by capsule. A vitamin supplementation is not mandatory if the diet is well balanced, and it will never be balanced. يعني برا يقولوا لك it will never be balanced and you cannot eat all the requirement daily from all vitamins. Vitamin supplement is mandatory. فبنقول ان بناخد water to satisfy the thirst وبناخد المالتي فيتامين. Many women find they are thirsty while breastfeeding, عشان كده قلنا بنحط إزازة المية جنب الأم قبل ما ترضع ولازم تشرب قبل ما ترضع. All newborn, especially breastfed one, should be seen by the physician 10 days to 2 weeks of age علشان تتأكد إن هي البيبي بيرضع enough وإن هو بيوين دايبر كويس وإن هو بيكبر كويس وإن هو الرضاعة enough for him, no need for حاجة من برا. To answer any question the mother may have. A contraindication to breastfeeding. في antenatal contraindication. An infant is diagnosed with galactosemia, congenital diaphragmatic hernia, esophageal atresia, intestinal obstruction, imperforate hyenas. In maternal contraindication, لو المزر infected with HIV, the contraindication. And mother with untreated active tuberculosis, mother may resume breastfeeding when no longer contagious. And mother who actually, who actively use drugs such as heroin, cocaine, and alcohol. And mother receiving pharmacotherapy with agent transmitted in breast milk, particularly potent cancer agent. Some immunization for foreign travelers. Some immunization for foreign travelers. AL barriers to breastfeeding. Few professional barriers, lack of support or encouragement, general lack of education among health professionals, lack of access to women to health professionals trained in lactation management, public education barriers, modesty or embarrassment, incompatibility with lifestyle, lifestyle restriction, lack of confidence, lack of desire, negative misconception about a breastfeeding. عشان كده بنقول لازم الميديا تشجع على breastfeeding. Encourage support from family and friends. Improve knowledge and education among women. Improve postpartum support services. Provide mothers with role models who are breastfeeding or have breastfed. Provide support to mothers returning to work and or school. Encourage mother to delay introduction of solid food. Realize that there are differences among mothers. Identify a family or culture factor. Birth weight of baby should double after 48 months. عشان نبقى عاملين حسابنا. Artificial feeding. The main indication to artificial feeding and the failure of breast milk أو prolonged illness أو الأم توفاها الله. ال dried milk في دوت بنقول عليه إن هو safest milk اللي هو ال dried milk ودوت scientifically prepared for infant feeding بيبقى free from bacteria, little danger from flies, و does not become sour لأن أنا بعمل على قد الرضع وخلاص.
وسيمبل تو ريكونستيوت ويجوالي فورتيفايد ويز فيتامينز. والمشكله فيه ان هو اكسبنسيف، والمشكله فيه انه بيتغش من الفقر. فانا بدل ما احط معلقتين على البوتل، انا هحط ربع معلقه او هحط نص معلقه، وتبقى بلوه كبيره قوي لو السيرفنت او البيبي سيتر اللي هيعملوه هياخدوا نص العلبه يحطوها في شنطتهم. وعلى فكره انا شفت الكلام ده فعلا، ويعملوا للبيبي بوتل مغشوشه. الكاوز ميلك دوت اللي تشيبر alternative، بس البيبي ما يقدرش عليه خالص قبل سنه. widely used for Indian family، الناس الفقراء قوي هيستعملوه بس هيخففوه جامد. ال WHO persistent recommend dilution of cow's milk during the first 2 months to reduce the solute load on the neonatal kidney. The artificial feeding is a hazardous procedure in poor homes because of the danger of contamination and the danger of over dilution of the feed. ايه هو الويننج؟ الويننج دوت ان انا ابتدي ادي حاجه من بره. الويننج is not sudden, it should be gradually. It's not sudden withdrawal of the child from the breast, لكن it should be gradually starting around the age of 6 months because the mother milk in that time will not be enough to sustain a growth beyond 6 months. And it should be supplemented by suitable food rich in protein and other nutrients, and this is called supplementary food. Supplementary food زي الكاوز ميلك، الفروت جوس، بيبقى فيه بقى سويت بوتيتو، بيبقى فيه كوك درايز، بيبقى فيه فيجيتابلز بيوري، بيبقى فيه تركي بيوري، بنستعمل كل الحاجات دي. الويننج بيريود is the most crucial period in children development. During the weaning process, they are particularly exposed to the harmful synergistic interaction of malnutrition and infection. If it is not done properly, بيحصل diarrhea. In months of growth failure leads to kwashiorkor core marasmus and immunodeficiency marked by recurrent persistent infection, which may be fatal. And that would be it for the lecture. ايوه. لا هو احنا ما خلصناهوش، بس يعني لو انتم عندكم وقت يوم الخميس بعد الظهر اقدر اقعد معكم محاضرة تانية. لو انتم عايزين تكتفوا بهذا اوكي. يعني ربنا يوفقكم، شدوا حركم معايا في المذاكرة وشدوا حركم في امتحان الفاينل ان شاء الله. طيب أسامة هتكتب لي النهاردة، هتبعت لي إن أنا النهاردة اديتكم كذا، وإنت كنت بعت لي كل دكتور اداكوا إيه بالتفصيل. فهتعمل لي هتعمل لها كوبي أند بيست وتزود عليها محاضرة النهاردة. شكرا جزيلا يا أسامة على مساعدتك ليا الترم ده، وشكرا لكم جميعا، ربنا يوفقكم جميعا وأشوفكم أعظم دكاترة. دي كانت آخر محاضرة، وربنا يوفقكم جميعا يا رب. يا رب. شكرا يا دكتور. لا ألف شكر لكم جميعا يا رب. أشوفكم أعظم دكاترة very soon بإذن الله، سنة ونبقى زملاء إن شاء الله. آمين يا رب يا دكتور. أوكي. في رعاية الله. حد عنده أي سؤال؟ أنا موجودة في الكلية بكرة لو حد عنده أي سؤال. لو حد عايز يقابلني او حد عنده اي سؤال، وتقدروا تبعتوا لي على الواتساب في اي وقت على اي سؤال انا بجاوب. يعني في منكم كتير بيبعت وبجاوب عادي يعني. وهو انا موجوده في الكليه بكره وموجوده يوم الاحد الجاي، والفتره الجايه بقى هبقى موجوده كتير عشان الامتحانات، عشان تحضير الامتحانات والتدبيس والكلام ده. فلو حد عايز اي حاجه بس اتفقوا معايا اقابلكم باذن الله. برايت الله، good luck. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.